السلام عليكم ورحمة الله. زبائن الكرام، وصلتنا اليوم لابتوب ال HP البابلون BB9000 اللي تجي أكبر حجم باللابتوبات اللي هي 17.1 inch. شاشة فول HD، تجي ذاكرة 250 جيجا ويجي رام 2 جيجا. طبعا الهارد والذاكرة قابلات للتطوير مثل ما تعرفون. طبعا يجيك منصة بيل وورد الاكسل الاكسس كامل، ايضا يجيك الواتساب بيل فايبر. اللابتوب حجم الكبير، قلنا اكبر حجم يجي باللابتوبات اللي هو 17.1. يجي هنا تحكم كامل بالصوت وبالموسيقى، هذا مال الماوس، باد ماوس مالته، المعالج مالته كور تيديو، كارت الشاشة انفيديا 1.5 جيجا. راح نشوفكم المنافذ مالته، منفذين USB، منفذ LAN، منفذ VGA، منفذ ماوس. وبهاي الصفحة اللي هو DVD ومنفذ USB ومنفذ USB، يعني صار عندك تقريبا 4 منافذ USB ومنفذ HDMI، منفذ LAN. لابتوب حجمه كبير حلو، كل هذا بسعر 165,000 فقط، والتوصيل مجانا للملحقات ماوس وشاحنة الجهاز. التصفح كلش سريع، الانترنت مالته سريع. طبعا تقدر تستخدم عليه الواتساب التليجرام عادي، يعني مو فد مشكله. الانترنت مالته ايضا سريع كلش حلو بالتصفح. والسلام عليكم ورحمه الله.